الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اثبتنا المرة اللي فاتت ان احنا جبنا علاقات ما بين اليو اي وما بين بدلالة الاي والاتش والاي، والقلنا ان هي معدل تغير الاي على الدي ان اي عند ثبوت الحرارة والضغط، الحرارة والحجم هي الميو اي وهكذا. لكن في ملحوظة واحدة بس عايزين نقولها، ان معدل تغير ان معدل تغير ان الميو الاصليه هي معدل تغير جي على معدل تغير ان اي عند ثبوت الحاجتين اللي هو لازم يكون هما دول، الحراره والضغط، والباقي كله ما فيهوش حراره وضغط. فهي دي بس الملحوظه، ممكن نشوفها بشكل سريع. اثبتنا اهي اللي احنا عايزين نقولها، ان الميو بتساوي معدل تغير الجي على الدي ان اي عند ثبوت الحرارة والضغط، والان جي بتساوي معدل تغير الاي على الدي ان اي عند معدل تغير التي والفي، والان جي معدل تغير الدي اتش على الدي ان اي عند ثبوت اس وبي، والان جي دي اي على دي ان اي عند ثبوت اس وفي، والان جي. ملحوظة بقى اللي احنا عايزين نقولها، ان الميو اي ما تساويش الدي على دي ان اي عند ثبوت الضغط والحجم، الحتة دي ما ينفعش. والحتة دي برضه ميو اي على دي اتش على دي ان اي عند ثبوت الحرارة والضغط ما تنفعش. الضغط الحرارة والضغط عند ايه؟ عند جي فقط. دي بس الحتة اللي احنا حبينا ننوه ليها. دلوقتي هنتكلم عن خاصية اسمها partial molar quantity. partial molar quantity يعني الكمية أو القيمة، هي ساعات بيسميها partial molar value أو partial molar quantity، يعني القيمة أو القيمة المولارية الجزيئية. طيب يعني إيه معناها القيمة ديت اللي هي partial molar value؟ طب اللي فاتت دي كان إيه؟ كان اسمها الإيه؟ chemical potential. chemical potential ما هي دي برضو نوع من أنواع partial molar يعني، بس هي لخاصية معينة، دي استثناء، لأن هي دي معدل تغير جي بالنسبة لتغير عدد مكون أو تغير عدد مولات مكون معين. لكن بشكل عام هي اسمها الخاصية كلها البارشال مولار كوانتيتي. ايه هي البارشال مولار كوانتيتي؟ هنرمز لها بالرمز واي دا واي شرطة واي داش اي. يعني البارشال مولار كوانتيتي لمكون اي، يعني عندي مثلا عصير كوكتيل، الكوكتيل ده مثلا فيه بتاع 3 4 انواع من العصاير. البارشال مولر كوانتيتي بتاعته هسميها واي اي داش. دي بتساوي ايه؟ الواي ده جي دي، يعني بص الواي دي ما هي فاريبل برضه، يعني الواي دي ممكن تبقى جي، ممكن تبقى فوليوم، ممكن تبقى اتش، ممكن تبقى ايه، اي ستيت فانكشن، اي لازم نرجع كلمه احنا هنحتاجها بعدين، اي ستيت فانكشن ممكن تبقى واي. بس انا بشكل عام دلوقتي بتكلم في قانون جنرال هعمم. المره اللي فاتت خدنا استثناء اللي هو البارشال مولر فوليوم، البارشال مولر فوليوم بتاع البارشال مولر فوليوم بتاع بتاع ده بتاع الجي، هو ده عند ثبوت الحرارة والضغط، ده اللي سميته اللي هو الكيميكال بوتنشال. لا انا بشكل عام بقى هقول ان الواي داش اي دي اسمها البارشال مولر فاليو، البارشال مولر فاليو او كوانتيتي. دي بتساوي واي، دي بتساوي واي، بتساوي واي، بتساوي معدل تغير قيمة الدالة واي على معدل تغير عدد جزيئات المكون اي. دي خلي بالك دي بالنسبة لاي برضه، لازم يعني انا بقيس كل حاجة ولازم تبقى اي.
يبقى معدل تغير قيمة الدالة واي اللي هي الست فانكشن ديت مع معدل تغير عدد مولات المكون اي في المحلول. عندي عصير كوكتيل عايز اقيس تأثير عصير التفاح، فبزوده شوية، بزوده بمعدل مثلا 5 جرام وادوق طعمه واشوف التغير. عند ثبوت ايه بقى؟ يبقى الحرارة والضغط. اشمعنى الحرارة والضغط؟ يعني عايز اقول ان دي النورمال كونديشنز، الحرارة والضغط مفيش غير كده، لا ثبات الانتروبي ولا ثبات الحجم والكلام ده كله، هو التي والبي. وعند ثبات ايه بقى تاني؟ اهم حاجة الان جي. الان جي اللي هي ايه؟ باقي مكونات هذا السيستم، باقي مكونات العصير الكوكتيل. يعني انا مثبت كل حاجة فيه، لان انا ما ينفعش اغير كل حاجة، لازم اثبته. يبقى بشكل عام هقول ان الواي دي دالة في ايه بقى؟ دالة في الحرارة والضغط وايه تاني؟ وتغير عدد المولات ديت، ال ان اي. الاي دي بقى متغيرة، يعني هنا بقى ال ان اي، يعني ان واحد وان اتنين وان ثلاثة، يعني ان 10، يعني 10 مكونات. يبقى دالة في الاف دي دالة في تي، والبي وال ان اي. يبقى الدي واي التغير الكلي في هذه الدالة هو اللي بيغير مثلا انا ماجد الطعم ايه؟ حاجات كتير، الملح والسكر والليمون والبتاع. طب انا هجرب ازاي؟ يعني الناس في المصنع هيجربوا ازاي؟ ما هو لازم انا اجرب، ان انا لازم اثبت كل حاجه واشوف كل حاجه. طب التغير الكلي، كلي ده بيساوي ايه؟ بيساوي تغير هذا الواي على تغير الحراره عند ثبوت باقي الحاجات التانيه. ايه هي الحاجات التانيه؟ عند ثبوت الضغط وعند ثبوت كل السيستم. يبقى اسمه ايه كل السيستم؟ كل السيستم اسمه ان اي. يعني العشرة كلهم، لو كان ان جي يبقى 9. ركز. يبقى معدل تغير الواي على الدي تي عند ثبات الضغط والان اي. طبعا الدي تي بيتحط بره عشان اضيعها مع المقام وقت اللزوم، بس هي ما يهمناش، لكن نحفظها بس. طيب بيتغير مع ايه تاني؟ مع الضغط. حلو قوي. يبقى معدل تغير الواي على معدل تغير الضغط عند ثبوت كل حاجه غير الضغط، يبقى هي عند ثبوت الحراره وعند ثبوت العشر مكونات. هغير انا حاجه في العشر مكونات؟ لا، هسخن بس العصير، هبرد العصير كوكتيل بتاع، هو ده. حلو. زائد خلينا نخش بقى على المهم، معدل تغير الواي. بس خلي بالك هنا بقى لازم افصص كل مكون لوحده. هنا بقى هثبت الحراره والضغط عشان هشوف ان انا اغير المكونات، احط بقى ملح زياده، احط شويه مانجا زياده، احط شويه تفاح زياده، اقلل التفاح شويه. هي دي ال ان اي. يبقى معدل تغير الواي بالنسبه لمعدل تغير ايه؟ ال ان اي. معدل تغير ال ان اي عند ثبوت الحراره وعند ثبوت الضغط وعند ثبوت ايه؟ ال ان جي. يعني ايه عند ثبوت ال ان جي؟ يعني انا هغير مثلا نسبة عصير، كمية عصير التفاح، وهثبت باقي باقي التسع مكونات. يبقى ال ان جي اللي هي ايه؟ 9. لا يعني هنا بقى ال ان جي لازم، ان طالما فيها ان اي، ال ان اي ما ينفعش يمسك كل حاجة في الترم دوت. بس انا اعتقد ان هو لازم لها سبمشن، هتأكد كده. اعتقد انا لازم كان يحط سبمشن، هتاكد برضو ثواني اهو. هنا اعتبرت ان انا الداله عندي واي بتعتمد، او اعتبر ان انا سيمبل سيستم واي بتعتمد على حراره وضغط وعدد مكونات ان واحد وعدد مولات ان اتنين. يبقى التغير الكلي اللي هو دي واي هتساوي دي واي على دي تي عند ثبوت بي ودي وان واحد، الحاجات الطيبه العاديه. وعند والدي واي بتساوي دي بي على دي تي، تي وان واحد وان اتنين في الدي بي، الحاجات دي كلها حاجات طيبه ما فيهاش اي مشكله. الكعبله هنا بقى دي واي على دي ان واحد عند ثبات تي وبي وان اتنين. عند ثبات ان اتنين لازم يكون اثبت عدد مولات ان اتنين، فطبعا لازم احط ان واحد بره عشان ده يروح مع ده. دي وهنا دي واي على دي ان اتنين برضه بتساوي تي وبي وان واحد. يبقى ده كله التغير الكلي بتاع ايه؟ بتاع الدي واي، بتاع الدي واي. معلش هنرجع تاني للواي الاصلي بتاعنا اهو، دي واي اهو.
معدل تغير الدي واي للتي عنكبوت باقي الحاجه، معدل تغير الدي واي عنكبوت بقيه الحاجه، الكعبله بقى في الايج والزئين اللي هما التانيين دول، معدل تغير دي واي على دي ان اي على دي ان واحد زائد في دي ان واحد، وهنا معدلها على دي ان اتنين. هنا هحط فاضل تبسيط الكتابه في المعادله، ان معدل تغير واي على معدل تغير دي ان واحد يعني ثبوت الحرارة والضغط والعنصر التاني أو بقية العناصر التانية أيا كان، هسميه واي داش واحد، ما ده اللي احنا قلناه من الأول أهو، أهو اللي هي البارشال مولر كوانتيتي بتاعة المكون واحد، ومعدل تغير واي على معدل تغير عدد مولات المكون التاني عند ثبوت الحرارة والضغط وال N واحد، هسميها واي ستار اتنين. تمام، يبقى هكتب المعادلة بالشكل ده، المعادلة اللي هي معدل التغير الكلي للواي، معدل التغير الكلي للواي بتساوي اهي معدل تغير الواي للتي عند ثبوت باقي الحاجة، عند معدل تغير الواي للبي عند ثبوت الحاجة، واي داش واحد دي ان واحد، ما تنساش دي ان واحد ما تنساهمش، على واي اتنين داش دي ان اتنين. يبقى انا كده بسطت. طيب انا عايز اطير الترمين دول اللي هما الطيبين، ما هو دايما الطيب ملوش مكان، هثبت الضغط والحجم، يبقى كده طاقة الدي تي وطاقة الدي بي. يا سلام، يبقى هسميه دي دي واي، بس هسميها دي واي عند ايه، بين قوسين هسميها ات كونستنت تي اند كونستنت بي، هقول ان دي بتساوي ايه، بتساوي واي واحد داش في دي ان واحد زائد واي داش اتنين في دي ان اتنين. يبقى انا هقول لك على حاجة، انا العصير الكوكتيل اللي عندي دوت دلوقتي، قلت ان انا طول التجارب بتاعتي هثبت الحرارة والضغط، يبقى الحاجة الوحيدة اللي هتتقاس ايه يا ماجد؟ الحاجة الوحيدة اللي هتتقاس اللي هي نسبة كل مكون، نسبة عصير المانجا او كمية عصير المانجا، مولات عصير المانجا او مولات عصير التفاح، ده الحاجة الوحيدة عددهم هو الوحيد المتغير. يبقى دي واي بين قوسين تي وبي عند ثباتهم يعني بتساوي واي داش واحد دي ان واحد زائد واي داش اتنين دي ان اتنين. حلو قوي كده، يبقى انا وصلت العلاقه ديت اهي. طب انا دي ان واحد ودي ان اتنين شكلها مش عاجبني، ما ينفعش دي ان، انا عايز اثبت، عايز اعمل تكامل بيني وبينك يعني، الكلام ده سادة بس هقوله لك، عايز اعمل تكامل، والتكامل عايز ايه؟ عايز دي ان صافي ساده. طب انا عايز احول ايه علاقه الدي ان واحد والدي ان اتنين بالدي ان؟ هقول لك انا، هقول ان اللي في حاجه اسمها اكس واحد، ده اسمها المول فراكشن، مول فراكشن بتاع المكون واحد ده بيساوي ايه، بتساوي عدد مولات ان واحد على عدد المولات الكليه للعصير. يعني العصير مثلا فيه 100 مول، التفاح ليه 30 منهم، يبقى 30 على 100، يبقى ده اسمه ايه، اكس واحد، يبقى ده اسمه ايه، 3 من 10، 3 من 10 تفاح، يبقى اكس واحد بتساوي ان واحد على ان التوتال. طب اكس اتنين بتساوي ان اتنين على. طب انا لو فضلت، لو جبت اللي لو ضربت طلعت الان دي فوق، يعني خليتها ان واحد دي بتساوي اكس واحد في ان، وفضلت دي ان واحد في دي ان، الاكس هتبقى ثابت. تمام، يبقى هشيل الدي ان واحد واحط مثلا اكس واحد دن دي ان، وهشيل واي اتنين داش، انا اسف متتشالش دي، انا عايزها، هشيل دي ان اتنين واحط مثلا اكس باي اتنين دي ان. حلو اوي اوي اوي، ده انا كده وصلت للمعادلة بتقول لك ان دي واي دي تي بتساوي واي داش في اكس واحد اللي هي المول فراكشن بتاع ال المكون ايه في دي ان، فمعدل تغير اللي هو بشكل عام الجنرال، معدل التغير الكلي يعني، بقى في عندي دي ان ودي ان. حلو قوي،
يبقى انا عايز اثبت المعادله دي عشان اقف عندها، عشان عايز اشوف الفيديو الجاي هستغل المعادله دي ازاي. شكرا واشوفكم الفيديو الجاي.